منذ أشهر وخيوط القراصنة تحاول اختراق الشبكة العنكبوتية الفلسطينية، خيوط استطاعت الوصول إلى السيرفر الرئيسي المزود للخدمة في شركة الاتصالات، مما أدى إلى قطع الإنترنت لما يزيد عن 12 ساعة متواصلة في العاشر من شباط الجاري. ولتوضيح ما حدث، عقد هذا المؤتمر بمركز الإعلام الحكومي الفلسطيني. شبكة الاتصالات الفلسطينية هي شبكة قوية ومستثمر فيها أحدث التقنيات، لكن التقنيات تتغير، وبالتحديد ما يتعلق في موضوع الهجوم على شبكة الإنترنت. كل يوم في شيء جديد، كل يوم في تكنولوجيا جديدة، كل يوم في فيروس جديد، كل يوم في هاكينج جديد لمحاولة الدخول. وزير الاتصالات مشهور أبو دقة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر أكد أن الشبكة الآن تحت السيطرة الكاملة، وأن ما حدث هو نتيجة عدم السيطرة على المنافذ الخارجية للشبكة، إلا أنهما كشفا عن أن الاختراقات التي طالت بعض المواقع الإلكترونية هي محلية. احنا مش ملائكة برضو بالمناسبة، عندنا هاكرز الله ما شاء الله يعني مليانين، غزة والضفة فيها هاكرز كتير وبيستخدموها، وشفنا الحملة على الويب سايت اللي بتغلق واللي بتعمل وتهاجم وتخمد، هذا أغلبه يكون داخلي بالمناسبة. خليني أكون يعني واضح بالموضوع هذا، وحنعاقب وحيكون في عقوبات بالمناسبة للي بيعملوا هاكينج بالداخل. من الناحية التقنية، فقد قامت الجهات المخترقة بإغراق الشبكة بسيل ضخم من المعلومات غير المعروفة، بعد أن نجحوا في تجاوز بوابة الحماية الرئيسية وتمكنهم من الوصول إلى الراوتر الموزع للشبكات المختلفة وتعطيله بطريقة جديدة ومبتكرة لم تعهدها شركة الاتصالات الفلسطينية من قبل. هاجموا في نفس الوقت ثلاث شغلات عملوا، هاجموا البوابات الرئيسية، دخلوا حجم معلومات كبير على الشبكة لا معنى له، وهذا وضع طبيعي انه يدخل، لانه احنا فاتحينها يدخل، لانه بدخل ايميلات للناس، بدخل مراسلات، فهذا دخلوه بس بحيث انه ما كان له اي معنى ولا كان موجه لاي ديستنيشن معين، بس لاغراق الشبكة بمعلومات لا معنى لها، بالاضافة لمهاجمة موزعات رئيسية داخل الشبكة. الحقيقة أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم اختراق شبكة الإنترنت في فلسطين، فقد سبق ذلك عدة هجمات كان أعنفها بعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الكامل بالعضوية في منظمة الثقافة العالمية اليونسكو. حمزة السلايمي لتلفزيون القدس. على